تدخل كامل لأنه إيرادات النفط، بيع النفط، أموال بيع النفط تخزن في البنك الفيدرالي الأمريكي. إذا الوضع النفطي كله بيد أمريكا يعني. كل الوضع النفطي. كل وضع النفط طبعًا. يعني أمريكا متحكمة بالمال العراقي. العراق اليوم ما عنده سيادة مالية لأنه أمواله ما يستلمها، يعني يبيع ما يستلم أمواله مباشر. تروح للبنك الفيدرالي الأمريكي. وبعدها البنك الفيدرالي يطلق لنا دفعات من الدولار حسب السياسة اللي هو يتبعها مع العراق. طبعا السياسة النقدية اللي يتعامل بها البنك الفيدرالي الأمريكي مع العراق تختلف عن السياسات اللي يتعامل مع الدول الأخرى. أشد سياسة في العالم هي مع العراق، لذلك إطلاقات العملة الصعبة والدولار تكون قليلة ومقيدة وضمن ضوابط صعبة جدا. زين ليش شنو السبب؟ الأمريكان حلفاء، ليش تعاملون مع العراق بهذه الطريقة؟ شوف، كل ما يعني تعالت الأصوات لإخراج قوات التحالف، أو تعالت الأصوات لتحقيق السيادة الكاملة العراقية، أو تعالت الأصوات لأي ملف يخالف الرؤية الأمريكية أو الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة، أمريكا تلوح بورقة الدولار وتضغط بورقة الدولار.